بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الرسالة حنتكلم عن الـ ETM. الـ ETM وهي واحدة من شبكات مزودي الخدمة السيرفيس بروفايدر والخاصة بالشبكة الواسعة. والـ ETM هو بروتوكول يعمل في نقل البيانات في الشبكة الواسعة الوان الوايد اريا نتورك وعلى مستوى الطبقة الثانية اللي هي الداتا لينك لاير. وتعمل الـ ETM في داخل سويتشات خاصة فيها يطلق عليها ETM سويتش. وطبعا لما يكون عندنا مجموعة من الـ ETM سويتشز فراح يتكون لدينا شبكة الـ ETM. ومن ناحية العمل طبعا عندنا هنا لما تيجي تشتغل الـ ETM راح تكون في داخل مزود الخدمة على شكل ETM switches سويتشات ETM. من ناحية العميل في الراوتر الخاص بالعميل راح يتم تركيب مديولر. مديولر يعني زي وزي مثلا كرت، اعتبروه كرت خارجي بيتم تركيبه في فتحة التوسعة الخاصة بالراوتر إذا كان يسمح بذلك. فطبعا لابد أن يكون بعض الراوترات فيها فتحات توسعة وفي بعضها لا ما فيها فتحات توسعة، فلابد وقت ان يكون الراوتر فيه له فتحات توسعة يتم فيها تركيب انواع من المديولرز او الكروت. هذا المديولرز راح يكون ETM مديولرز راح يتم تركيبه في داخل الراوتر، وبالتالي يصبح الراوتر متصل بشبكة الـ ETM وقادر على الارسال والاستقبال من شبكة الـ ETM اللي تكون موجودة في المزود الخدمة الـ ISP اللي هي شركة الاتصالات. ممتاز. الـ ETM بيتعامل مع عنوان خاص فيه، هذا العنوان بيطلق عليه الـ VBI/VCI اختصار لـ Virtual Path Identifier / Virtual Circuit Identifier، يعني رقم تعريف المسار الافتراضي ورقم تعريف الدائرة الافتراضي. ممكن يكون على الشكل التالي مثلا، ممكن يكون 30 20. الثلاثين الأولى هي رقم تعريف المسار الافتراضي، العشرين الثانية رقم تعريف الدائرة الافتراضي. هذا العنوان ممكن تتخيله زيه زيه مثلا الماك أدرس الموجود في تقنية الإيثرنت واللي موجود على كروت الشبكة اللي هو العنوان الفيزيائي. ممكن تتخيله زي الاي بي أدرس الموجود في شبكات التي سي بي اي بي. في الطبقة الثالثة ممكن تتخيله زي الدلسي نمبر الموجود في تقنية الفريم ريلي. هذا العنوان تتعامل معه شبكة الـ ETM بحيث ان كل سويتش لديها بيمتلك عنوان VBI/VCI. يتم تغليف البيانات على شكل خلية سيل. فاكرين انتو تقنية مثلا لو حد مر عليكم تقنية الايثرنت بتقوم بعملية تغليف البيانات على شكل فريم، الاي بي بيقوم بتغليف البيانات على شكل باكت، مثلا الفريم ريلي بتقوم بتغليف البيانات على شكل فريم ريلي فريم. طيب يعني ايش تغليف البيانات؟ تغليف البيانات هو يعني اضافة معلومات على هذه البيانات يطلق عليها هيدر او رأس بيانات. تحتوي على مجموعة من الحقول، هذه الحقول تحتوي على معلومات تساعد في عملية ارسال البيانات في داخل الشبكة، وكل شبكة بتقوم بتغليف البيانات بالمعلومات الخاصة بهذه الشبكة لكي يتم ارسالها واستقبالها في داخل الشبكة. هنا التغليف راح يكون على شكل خلية سر. وتتميز الـ ETM بشيء اللي هو انه حجم الخلية هو ثابت لا يتغير، بحيث حجمها 53 بايت وتنقسم الى قسمين. القسم الاول اللي هو 5 بايت لصالح الهيدر، السيل هيدر اللي هي رأس البيانات اللي محتوي على حقول تحتوي على معلومات لكي تتمكن البيانات من معرفة طريقها في داخل شبكة الـ ETM.
هذا حجمه 5 بايت. المتبقي لدينا 48 بايت، هذه تكون مخصصة للبيانات اللي يتم نقلها في داخل شبكة الـ ETM. ونقطة أن الخلية للسل كحجم هي ثابت 53 بايت لا يتغير، يقدم نقطة إيجابية تتبعها نقطة سلبية. النقطة الإيجابية وهي حجم ثابت لنقل البيانات لا يتغير، مثل عندنا لا بعكس الباكيتس التي تكون متغيرة، وذلك حسب سرعة الكيبل وحالة المنفذ، مما يسبب أحيانا أنه يتم إرسال باكيتس بأحجام أكبر من قدرة الديستنيشن على التعامل معها. عند تتم عملية تجزئة للباكيتس يطلق عليها الفريجمنتيشن، ويقوم بها الجهاز المرسل البيانات لكي يقوم الجهاز المستقبل بتجميع الباكيتس المجزأة لكي يستطيع فهم البيانات اللي تم إرسالها. وطبعا هذه العملية التجزئة وإعادة تجميع التجزئة تستهلك من قدرة الراوتر، زائدا تجعل عملية نقل البيانات أبطأ، بخلاف عندما تكون السل ثابتة فحجمها لا يتغير، فإن ذلك يجعل عملية نقل البيانات أسرع. النقطة السلبية عندما يتم نقل البيانات في أقل من حجم السل، يعني ممكن تكون أقل من 53 بايت، عندها راح يقوم الـ ETM بملأها ببيانات ETM لجعلها تصل إلى حجم 53 بايت ليتم نقلها في شبكات الـ ETM. الـ ETM هي تطوير لبروتوكول سابق، واللي هو البروتوكول X.25. هذا البروتوكول كان يعتبر أول بروتوكول يعمل بطريقة الباكيت سويتشنج، تم تطويره إلى بروتوكول الـ ETM، وأصبح هذا البروتوكول الـ ETM هو ثاني بروتوكول يعمل في طريقة الباكيت سويتشنج. احنا عندنا ثلاثة طرق لعملية ربط الفروع مع بعضها البعض في داخل الشبكة الواسعة. واحدة من هذه الطرق اللي هي الباكيت سويتشنج. الباكيت سويتشنج فكرتها انه يكون عندي خط بيانات واحد يتم استئجاره من مجموعة من المشتركين، اللي هم مجموعة من الشركات، وبالتالي هذه الشركات تتشارك في دفع الفاتورة الخاصة بهذا الكيبل، وبالتالي تقل التكلفة على الشركات. ليش؟ لأن هذا الخط هو مشترك مع جميع الشركات، يعني مع مجموعة من الشركات مشتركة فيه، وبالتالي تم تقسيم تكلفة الخط بدل ما تتحملها شركة واحدة، تم تقسيمها إلى مجموعة تم تقسيمها فيما بين مجموعة من الشركات، فبالتالي تطلع العملية أرخص فيما لو تم استئجار كامل الخط لصالح شركة واحدة. الـ ETM يتميز أو من التطويرات اللي أضافها اللي كانت غير موجودة في الـ X.25 أنه هو بيعمل مع خطوط يدعم خطوط الـ T1 والخطوط الـ E1، وهذه خطوط خاصة بالنقل البيانات. الـ T1 هذه موجودة في أمريكا، والـ E1 هذه موجودة في أوروبا. وعندنا السونت، والسونت وهي الكيابل الألياف الضوئية، أيضا يستطيع بروتوكول الـ ETM أنه يعمل في كيابل الألياف الضوئية. الـ ETM فعليا طبعا كان يتم تطبيقه على نطاق واسع في الشبكات الواسعة، حتى حل محله بروتوكول آخر يطلق عليه الفريم ريلي. هذا البروتوكول بدأ تدريج، طبعا يعتبر تطوير للـ ETM، وحل محل الـ ETM وبدأ ينافسه بشكل عالي جدا، بحيث أن أغلب الشبكات أصبحت فريم ريلي بدل ما كانت ETM. إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الرسالة، أتمنى تكون وصلتكم الرسالة. كان معكم حسن صالح، مرشد من الشبكات الرقمية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.